هذا جرس الهاتف رن، أعلم أنك سوف ترن. رن 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 أيضا رن، سوف أرد. لحظة يكفي، لحظة لحظة سوف أرد. يكفي رن يكفي رن. مرحب مرحب. أهلا مرحب. أرجوك بعصير بارد. تكرم. لا تتأخر. أمرك أمرك لن أتأخر. من يطلبه وإلى أين؟ اسمي رامي. اسمك رامي، ما عنوانك؟ شارع عشرة مبنى الروضة رابع دور. رابع دور. باب الشقة أحمر. أحمر. حاضر حاضر. كلمات ترقص بالراء، حلو في الكلمات الراء. راء. هذه خردة حديد، ماذا تعنين؟ هذه قطع من الحديد غير الصالحة للاستعمال، يجمعونها في هذا المعمل ليصهروها من جديد. هذه الأفران يتم ذوبان الحديد ويصبح قطعا طرية يسهل قصها وتحويلها إلى العديد من الأشياء المفيدة للإنسان. مرحبا جاسم. اهلا نعمان. اهلا اهلا. عندك حروف لاصقة؟ عندي. اي حرف انت تريد؟ اريد حرف النون. اريد اربعة من حرف النون. اربعة من حرف النون؟ ماذا تفعل بحرف النون؟ عندي اربع كلمات اريد ان انونها. ولماذا؟ مريم، مريم قالت لي نون لي هذه الكلمات. وما الكلمات؟ هذه هي. ولد. ولد. رجل. رجل. بنت. بنت. طير. طير.
لماذا تضحك؟ عفوا يا نعمان، مريم لم تقصد ذلك. كيف لا تقصد ذلك؟ هي التي قالت لي نون لي هذه الكلمات ثم ارجع بها إلي. التنوين غير ذلك، لا نضع حرف النون في نهاية الكلمة إذا أردنا تنوينها. وماذا نضع إذن؟ نضع علامة التنوين ونقول ولدن، رجل، بنت، طير، رن. هذا التنوين بالضمة. هذه إذن هي علامة التنوين. ولد، ولد، رجل، رجل، بنت، بنت، طير، طير. أين أنت يا نعمان؟ حان وقت الغداء، تعال فتغدى، ملسون ينتظر. عبلة عبلة، وما هو الغداء اليوم؟ رز، رز. وبعد؟ ولحم، لحم. خبز، خبز. لماذا تنون الكلمات يا نعمان؟ حتى تصبح الأكلة منونة. أكلات منونة. هذا مزارع عنده جرار، وبالجرار اتصلت بذارة. يضع المزارع البذور في البذارة ويقود الجرار فوق أرض الحقل المحروثة، وتسقط البذور من فتحات البذارة في شقوق الحقل، وفي داخل التربة تنتشي البذور، أي تتفتح، وتخرج من كل حبة ساق سنبلة خضراء، وبرأس كل سنبلة حبات القمح، وحين تتعرض للشمس ويصفر لونها تكون قد نضجت. حان وقت الحصاد ونمى القمح في الحقل كله. يقود المزارع الحصادة ذهابا وعودة في حقل القمح. هذه الحصادة الكبيرة تحصد القمح وتفصل حبوب القمح عن السنبلة ثم تجمعها في أكياس. يأخذ المزارع أكياس القمح ويتوجه إلى الطاحون. يضع الطحان حبوب القمح في الطاحون التي تدور وتطحن القمح حتى يصير طحينا. الخباز يصب ماء على الطحين ويضيف إليه الملح والخميرة، ثم يعجنه ويعجنه ويصنع منه رغيفا ويضعه في الفرن حتى ينضج. وعندما يصير الخبز جاهزا نشتريه من المخبز ونلتهم قطعة منه. إنه لذيذ جدا. تم 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 تم. أنيس، ماذا تفعل؟ أهلا يا بدر، أستمع لنبضات قلبي. تم تم، هذا رائع. أنا أفكر بأن أصبح طبيبا. صحيح، هذا رائع. لذلك سأقوم بالأشياء التي يقوم بها الأطباء، وهنا يمكنك أن تساعدني. أنا؟ كيف أستطيع مساعدتك؟ تستطيع يا بدر أن تتظاهر بأنك مريض وأنا أتظاهر بأني طبيب، وسوف أفعل كل ما يفعله الطبيب حين يفحص مريضا. هل أنا مريض؟ لا، مجرد التأكد من أنك سليم. موافق؟ فهمت، ستكون أنت الطبيب وأنا المريض. موافق. إذا افتح فمك وقل بدر، ما هناك؟ ما الأمر؟ كل حقيقة، ماذا يا أنيس؟ ما يوجد ظلام في الداخل. حلقك مظلم يا بدر. طبعا حلقي مظلم. افتح فمك وقل صوتك جميل يا بدر. كيف وجدتني سليم الجسد؟ لا أقدر أن أقول الآن، يجب أن أستمع إلى قلبك. فهم. أين حني؟ تفضل.
طلبي ليس في هذا المكان. صحيح؟ لا أرجوك. نعم تذكرت إنه, إنه هنا. نعم نعم هذا ماذا صحيح. تعلم أنك تذكرت؟ أنت تعرف هذا. توقف أرجوك. ولكن يا عزيزي ماذا تفعل؟ ضربات القلب جيدة. هي جيدة؟ إنها على ما يرام. الحمد لله على ما يرام. يعني جيدة. دعني أفحص النبض. نبضي؟ لحظة واحدة يا بدر. دعني أفحص نبضك هنا. أين هو؟ إنه هنا. أين المكان؟ ماذا؟ ماذا؟ ما الحكاية؟ ماذا؟ ماذا؟ بس؟ ماذا؟ إما أنه لا نبض لك أو إن ساعتي مكسورة. ماذا؟ نكتة قديمة. نكتة؟ طيب لحظة دعنا نفحص. أرجوك يا أنيس. اهدى قليلاً. أمسكته. وجدته؟ أمسكته. نبضك يقول برم برم برم. نبض ممتاز. تعني أنه جميل. أهنيك يا بدر لقد انتهى فحصك الطبي. أهنيك. ثانينا يا بدر. ايضا اسمي سليم. لم اقل هذا. وانا لست طبيبا يا بدر. يجب ان تسأل الطبيب. انا لم اصبح طبيبا بعد. ومتى تخبرني بالنتيجة؟ اسمع لا استطيع اخبارك الان. متى؟ في وقت لاحق. متى في وقت لاحق؟ متى قل لي. دعني احسب. سأقضي 8 سنوات في المدرسة. نعم. و4 سنوات في الثانوي. نعم. و4 في الكلية. طيب. ثم سأقضي 4 سنوات في كلية الطب. طيب طيب. وسنة تدريب في المستشفى. وبعد؟ وسنتين طبيب مقيم في الريف. طيب وبعد هذا كله متى تستطيع أن تخبرني بأن جسمي سليم؟ متى متى متى؟ بعد 23 سنة. مسكين بدر. ألا يوجد طبيب هنا؟ هذا ساحل. ماذا يعني ساحل؟ الساحل هو الأرض الملاصقة للبحر وعليه يبنون البيوت الجميلة. وأيضا نذهب إليه عندما نرغب في السباحة. الماء نعمة من الله. يبدأ بقطرات المطر. الطيور تشرب من الماء. والقارب الورقي يسير في الماء. نغسل أرجلنا بالماء. الماء يطفي الحرائق. والنافورات الجميلة يلزمها الماء لتعمل. نستحم بالماء. وبالماء ننظف بيوتنا وفاكهتنا. والغواصات تسبح في الماء. والماء ضروري لعمل فقاعات الصابون أيضا. من فضلك يا هشام اكتب لي على الصندوق كلمة خطر. فيه شيء خطر؟ أوان زجاجية مكسورة. ضع الزجاج المكسور في كيس واتركه لعامل النظافة. الزجاج المكسور يشق الكيس ويتناثر على الأرض وهو خطر على الأطفال. الأحسن أن أضعه داخل الصندوق. اكتب على الصندوق كلمة خطر حتى يبتعد عنه الأطفال.
حسناً تفعل، حتى يعرف عامل النظافة الخطر وحتى لا يقترب الأطفال من الزجاج المكسور. اكتبها واضحة من فضلك وباللون باللون الأحمر. حسناً. لحظة. واحدة. كلمة خطر وباللون الأحمر. تفضل. شكرا. مرة أخرى أكتب كلمة خطر هنا وباللون الأحمر. مرة واحدة تكفي. مرة ثانية أحسن، حتى يرى الناس كلمة خطر على الجهتين. حسنا. هذه أيضا كلمة خطر وباللون الأحمر. تفضل. شكرا يا هشام. نعمان. خطر. أهلا نعمان. أهلا. أهلا أهلا. هشام هشام، حين يشاهد شخص كلمة خطر على شيء لا يمسه ولا يقترب منه. طبعا يا نعمان، طبعا كلمة خطر تعني احذر، أي لا تقترب من هذا الشيء. هشام، اكتب لي كلمة خطر على ورقة. لماذا؟ احتاج كلمة خطر. قل لي لماذا؟ لأضعها على شيء خطر. ما هو؟ اكتبها وسأخبرك. أخبرني أولا، أين هو الشيء الخطر؟ اكتبها وسأخبرك بعد أن تكتبها. هيا. هذه كلمة خطر وباللون الأحمر أيضا. تفضل. شكرا. هنا. أجل. أضعها هنا. هنا توجد كهرباء ويجب أن نحذر الآخرين منه. خطر. صح يا نعمان، خطر. الآن نقدم لكم المطرقة. انظر إلى مهارة يديه. في المغرب يصنعون هذا النوع من الأحذية، صناعة شعبية قديمة ما تزال موجودة. كثيرون يعتمدون على أيديهم في العمل، وبالأخص صناع الأحذية. مرحبا، أنا الضفدع كامل، وتشاهدون بجانبي هذه الشمعة، وأظنكم الآن عرفتم الخبر المثير الذي سنذيعه من إذاعة افتح يا سمسم. نحن الآن في انتظار السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة، وهو يقفز فوق الشمعة، وها هي الشمعة،
وها هو السيد. أنا لمعة أبو دمعة، أنا لمعة. أهلا كامل، ماذا تريد؟ نرحب بالسيد دمعة، نحب أن نشاهد لعبتك الرائعة وأنت تقفز فوق الشبكة. وأنا أيضا أرحب بالأطفال. قلت ماذا تريد يا كامل؟ نريد أن نشاهد لعبتك المشهورة، والأطفال متشوقون لمشاهدة السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة وهو يقفز فوق الشبكة. وها هي هنا الشبكة. حسن، تريد أن تشاهد الروعة. إذن يجب أن أذهب هناك. طيب الآن أطفالي الأعزاء، ها هي اللحظة التي كنا ننتظرها لنشاهد السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة وهو يقفز فوق الشمع. والآن مع السيد لمعة في اللعبة رقم 7. ها قد شاهدتم الآن اللعبة رقم 7 من لعبات الروعة. أظن أن هناك خطأ. نعم يا سيد لمعة، هناك خطأ. كنا نتوقع أن تقفز فوق الشمع. لقد شاهدنا السيد لمعة أبو دمعة في اللعبة رقم 7 وهو يمشي تحت الشمع. هذه اللعبة خطأ. فوق وليس تحت. بالضبط. نعم نعم، الآن فهمت. نعم سأقفز ثانية. انظر الآن. شكرا. والآن أطفالي الأعزاء مرة ثانية مع السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة وهو يقفز فوق الشمع. والآن مع السيد لمعة في اللعبة رقم 9. قد شاهدتم الآن اللعبة رقم 9 من ألعاب الروعة مع تلك الشمعة. ما رأيك يا كامل؟ لا 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 يا سيد لمعة، ما رأيناه هو السيد لمعة أبو دمعة في اللعبة رقم 9 وهو يهرول حول الشمعة، وهذا خطأ. اسمع يا كامل، أنت تزعجني، أنا لا أعرف ماذا تريد مني. يا سيد لمعة، كل الأطفال الآن يشاهدونك وهم ينتظرون لعبتك المشهورة. كل الأطفال يريدون مشاهدة السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الرابعة وهو يقفز فوق الشمعة. يقفز معناته أن تقفز في الهواء وتمر فوق الطاولة التي عليها الشمعة وتنزل بعد ذلك برفق عند الطرف الآخر من الطاولة. الآن فهم. صحيح. نعم سأقفز الآن يا كامل. طيب يا أطفال، مرة أخرى وأعتقد أنها الأخيرة، ستشاهدون سيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة وهو يقفز فوق الشمع. والآن مع سيد لمعة. لقد قفز السيد لمعة أبو دمعة، قفز فوق الشمع. صحيح قفزت فوق الشمع لكني وقعت على الأرض. أنا آسف جدا يا سيد لمعة. أنا ذاهب إلى مدربتي، عندي الآن موعد للتدريب. هيا يا لمعة، في المرة القادمة سأعلمك كيف تقفز من فوق القلعة. صحيح طبعا، ستكون أيضا لعبة من ألعاب الروعة. أطفال الأعزاء، والآن نعود بكم لمتابعة بقية فقرات برامجنا. بقرة تعلم لمعة كيف يقفز من فوق القلعة. أين القلعة؟ لنرى سيد لمعة وهو يسقط من القلعة. مرحبا بالأصدقاء الثلاثة. أهلا محمود. جئتكم بالفواكه حسب طلبكم. وأنا هيأت الصحون، خلينا نضع الفاكهة فيها. ربة بيت ممتازة يا عبلة. شكرا. تفضلي. هذا موز، موز لذيذ. وهذا تفاح، تفاح نوعين. هذا تفاح أصفر، وهذا تفاح أحمر. صحيح. وهذا برتقال، وهذا عنب. محمود، أين جوزة الهند؟ هذه جوزتك. حلوة؟ حلوة ولذيذة. أنت واثق من ذلك؟
حتى ترى بنفسك. يا سلام، ما ألذ جوز الهند. محمود، لا أريد هذه الجوزة، أريد غيرها. لماذا؟ طلبتم أنواع الفواكه ومن ضمنها جوز الهند، ها؟ مسجلة عندي في هذه الورقة. صحيح طلبنا جوزة هند، ولكن طلبنا جوزة سليمة وغير مكسورة. صحيح، كسرتها من أجلكم. ماذا أفعل بها؟ لمن أبيعها؟ لا أريدها، قلت لك لا أريدها. رومان، رومان، هو جوز الهند يؤكل بعد أن يكسر. لا تغضب محمود يا نعمان. تسلم تسلم يا ملسون. قطع الجوزة يا محمود إلى قطع صغيرة وخلنا نأكل جوز الهند. تأكل معنا، لا يمكن يا نعمان أن تأكل الجوزة وحدك. سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي. إلى اللقاء.